حقيقة هذه تطور خطير جدا في الحياة السياسية في الأردن، وهي احتلال للأراضي وليس استثمار. ولو أنها فيها فائدة للشعب الأردني لكان أعلنت عنها الحكومة قبل توقيعها. وادي عربي فضيحة، واضرب كفك اقدح نار، واضرب كفك اقدح نار. هاي المسيرة احتجاجية على ما يوقع من اتفاقيات لم توقع خلال أكثر من 25 عام. مع الأسف الحكومة تردت إلى أرذل من ما كانت عليه في السابق، عندما توقع مثل هذه الاتفاقيات بعد 25 عام، اتفاقية الماء والكهرباء وغيرها من الاتفاقيات، خرجنا لنقول أننا سنسقط هذه الاتفاقيات. هو الحلف الطبق الغدار، وحد صفك كفوك شباب، وحد صفك وحد العار ويا للعار، ويا للعار ويا للعار. أنا في اعتقادي أنه هذه المظاهرة مفصلية تختلف عن كل المظاهرات السابقة، لأنه لأول مرة بتطلع مظاهرة عشان تحافظ على الوطن الأردن مش عشان فلسطين. فلسطين كل المظاهرات في الدنيا لفلسطين، لكن هذه فيها زيادة اليوم لأنه كان اليوم في خطر الأردن. Oh no!